أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في جلساتها المنعقدة في الرياض فوز 15 موقعاً جديداً من المواقع المرشحة بأغلبية الأصوات، وذلك للانضمام إلى قائمة اليونسكو خلال أعمال الدورة 45، ومن بينها موقع تل السلطان في أريحة القديمة ليكون أول موقع عربي يضاف إلى القائمة في الدورة الحالية، وممر زرافشان كراكوم أحد طرق الحرير المشتركة بين دول تركمانستان وطاجكستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى، إضافة إلى مواقع أخرى.